ساعة. Salut Sarah, ça va? Sarah, je vais faire un live là avec tu sais, Chouf TV là sur Facebook. Je vais faire un live là. Ben pour le problème. Tu veux regarder? Tu tapes Chouf TV. Chouftv.ma sur Facebook. Non, Facebook. Le monsieur, il m'attend, Sarah, je te rappelle. Salut ma fille, à tout à l'heure. Même si ce serait. تبارك الله، شحال ديال الوليدات؟ عندي جوج بنات، دو فيل. لقيتي الأولى خدات الدكتوراه ديالها؟ ودابا ساعة تابعة. صافي هادي، ساعة جاية حتى هي. الكبارات أنا بناتي. عشو كبارات يسموني. أنا هادي تتبان لي دايما صغيرة. دابا واخا عرفتي عرفتي باسكو ألا بوكو دافونس. ألا إي دي بروبليم أو ديبي. حيت ملي مشات تيشوفوها صغيرة ما عندهمش الهضرة ديالهم لا ميم رياكسيون لا ميم ماتوريتي وهي اللي تمشي تدي معاها دودو شان تخدم هذا شان مالو سي موي مي في تبارك الله. سي مي دو في ياك كلشي رجع نقول هادشي ديال مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الليلي مع كفاءة مغربية من المهاجرين، يعني ولاد البلاد. هاد السيد معنا الاسم ديالو عبد الحكيم سعيد، الاصل ديالو الزياده ولد درب السلطان، ياك ولد درب السلطان، ولد الشاب. الاب ديالو هاجر ديال الفرنسيه في الخمسينات، ربما قريب الستينات، قريب الستينات، تزادوا هنا في البلاد وهاجروا ديال الفرنسيه اللي استقبلتهم وكوناتهم وقراتهم وخداو شواهد عليا حتى خرج لنا السي عبد الحكيم سعيد اللي هو مسؤول على مركز، كمل لي انت. مركز وطني مركز ميم ديال الدولة الأوروبية هي تتخلص فيها المركز. هذا المركز تيتسمى ما عنديش كلمة المهم عنده علاقة بالنووي. بالنووي هو مركز مديور لهذاك الشيء ديال تتسمى انفراستركتور دو ريشيرش الأبحاث. فوالا أبحاث، فوالا أبحاث علمية في الفيزيك، فيزيك أتوميك، في أسترو بارتيكول، أسترو فيزيك nucléaire, ok, même des applications industrielles, ou fait interroger les applications médicales. Voilà. Voilà. Présentation, il y a dit. Il y a des. Ça va. Avancé au feu. Oh la bouddha. Voilà, qui clique comme on a dit sur le Mori, puis c'est le Tab Sultan, 1962. L'Oualid Ken Mouhajir Gbel, mais le bête, la fin du décembre 1969, à la Paris Aqal. مشينا بالباطو من هنا انا والوالده وكانوا ثلاثه خوتي الاخرين باربعه، مشينا لفرنسا. دابا انا الوالد ديالي كان خدام كان خدم في الاول في سيتروان، من بعد خدم في الرونو. دابا حنا كنا من الوالد ديالنا كانت والوالده بجوج، ها الوالده باسكو سيتي كانوا كومبليمونتير. كبرنا بلا الوالد كان دار لنا لوبجيكتيف هو لا ريوسيت سكولير، يعني دي فوالا تكملوا القرايه كانت ديالكم. كانت تيقول لك غادي تمشي للباك، ماشي غادي دير هادي، تا غاتقرا صح. يافي با دوت شومان. الوالده نوزا دوني اون ايديكاسيون افيك دي فالور، جي رمارسي ما مير سيرتو سيرتو اللي علمتني انا الوالده سي لابنيغاسيون، سيرتو لو كومبا نو جامي اباندوني. سي اون بيرسون كي مسكينه الا يو الا ايتي غرافمون مالاد، مي الا توجور ايتي ان اكزومبل بور موا. ما مير ا توجور ايتي ان اكزومبل بور موا. دابا غنرجعو، دابا انا ملي درت القرايه ديالي كنت ملي تنقرا كنت نخدم مثلا بالقرايه والخدم. جي يعني كيفاش غير نقاطعك، يعني راه كيطلب منكم السماح لان ما عندوش لي موتيكنيك، ما عندوش الدارجه يسمحوا لي العربيه، يعني راه ما عنديش العربيه دو شويه مشكل مالوغزمون. مشيت كبير مشيت صغير باش المهم نحاولوا تنقد ندوي مع الناس نتفاهم، وداك الشيء كاين في لي دومين تكنيك ما تعلمش هاد الكلمات. انت غتوصل غير الميساج ديالك، تشرح لهم شنو العمل ديالك بالضبط. العمل دابا انا وعلاش انت ما فكرتيش مثلا تجي تخدم في البلاد، والوفر اللي جاك من امريكا ورفضتيه، قلتي بان المسؤولين ديال البلاد هنايا يعني ما فاتحينش لكم واحد الجو، يعني فين يجيو الكفاءات المغربيه يخدموا بلادهم. قلتي بانك انت مستعد انك تجي ودير مركز هنا في البلاد، ولكن واش غادي يخليوك، واش يقبلوا بكم، واش 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 المهم هادشي انت اللي غادي
دابا انا اش بغيت نقول، دابا حنا خدنا تجربات في الدوله اللي عاتي قيمه كبيره للبحث العلمي. فرنسا تدير تدفع 8% ديال البحث العلمي ديالها. فرنسا اش دابا اش دايره؟ تجي هنا وتتستي وتدي الناس، حيت المغاربه كاينين بزاف. إلا ما كنت مغاربة تما تبارك الله واصلين. كاينين بزاف ديال الناس خدامين في لانازا، كاينين خدامين في ليزيتازوني، حتى في افريقيا الجنوبية، في المان، لا سويس، في لو سيرن. المغاربة محمرين ولا وجه بلادهم، واعطين شرف كبير لبلادهم. المغاربين المغاربة قراو تما، وكاين اللي مشى من هنا من المغرب. كاين اللي مشى من هنا بلا ليسونس، كاين اللي مشى هنا مرشد الباك، ولكن لقاو إمكانيات باش يكملوا، ولقاو كاين كمون لقاو دي بوسيبيليتي امكانيات ولقاو الجو ديال الابحاث اللي عندهم، وعطاو عطاتهم فرصه باش يبينوا علاش قادين، وبينوا علاش قادين. هذيك الفرصه نيت اللي عطاتني انا. تكون بقيت في البلاد هنا؟ ما غتجاوبني. لو كان بقيت هنا في البلاد واش كنتي غادي توصل؟ كان جدي هادشي اللي وصلتي ليه هنا. كنا تنفكر في المغرب حيت كان جدي عندو حانوت ديال الكتان، كنا الوقت تنبيع الكتان ولا عروبي. مي من عندي انا سي دي ميتيي دو فالور كو جو ريسبكت. مون غران بير ايتي ريسبكتابل باسكو الناس اللي في العروبيه اي سون تري ريسبكتابل. مي كون بقيت هنا ولا تانيت انا ما عنديش هاد القرايه اللي قريت، ما نلحقش لهذا النيفو. دابا انا وليت مشهور في لي سبيسياليست ديال لي زاكسيليراتور دو بارتيكول. هادشي دابا انا تندير عندي ميم، انا دابا خدام مكلف بهذا المركز، ولكن عندي تا انا اكسبير بور لي اندستريال في لي زابليكاسيون نوتامون بور سباسيال ايرو سباسيال بلي فيسو نوتامون بلي فيسو ديون بور تو سكي راديياسيون بور ايرو سباسيال. دابا ما كانتش غتكون عندي هاد الفرصه باش ندير هادشي، ولا بدا ما هاد الامكانيات تعطاني في فرنسا، ولكن كانوا والديا تاهما موراها باش دفعوني باش ندير باش نلحق لهادشي. انا لاحظت بلي كاينين بزاف المغاربه، لا ريشيس والتجاره ديال المغرب هي سا جونيس. هاد لا جونيس كون كانت تعطيها الامكانيات كره المغرب تكون عندو المستوى تزيد المستوى. حيت دابا الناس يسيروا لي زابليكاسيون كي بحال في سيليكون فالي كي بحال. علاش؟ حيت كاين تيتسمى عطاهم الامكانيات باش يديروا لي سونتر باش الناس يبينوا علاش قادين. مورا القرايه ديالهم كاين الفرصات فين يتعلموا. دابا انا استفد من هذاك الشيء اللي هاد التجربات اللي عندي 34 عام في هذا الشيء ديال البحث العلمي. انا مستعد دابا كون كنبغي الدوله انا ندخل ونعاون. انا نقول دابا ما غاتيش تجي البلاد تخدم هنا تخدم بلاد. انا قلت الدوله انا جاي كاع داك لي كومبيتونس ديفلوبي وكاع ديك التجربات جاولي اصل ديالي مغربي، ما عمري ما نسال البلاد ديالي. انا بلاتي انت من واحد ستات من الاصل كاين من ولاد سعيد من جهه الوالد وجدي، وكاين من الاصل ديال اخر. دابا فين عندنا المشكل في المزامزه من الستات من جيت جده، ولكن ما نساش الوالده ديالي عندها حتى الاصل من جيت مولاي ابراهيم من مول عبد الله من الحسين. يعني من ديما كتمشي للبلاد ديال والديك؟ يعني انت ديما دائما تمشي زور الوالد مسكين مدفون في مراكش الله يرحمه. انا تنجي دائما، وبعض المرات ملي تنمشي تنبقى نغوت على داك الشيء اللي تنشوفه في السبيطارات، المشاكل في الطريق، هذاك الشيء. تيقول لي بناتي ما تنفهموش، تتغوت ودائما تتبغي تجي للمغرب. ولكن كيفاش نقول؟ سي كالك شو اللي ما تقدش تفهمها لشي واحد. باسكو بونيغ سي بغي دي باسكو سي با سور ناتورال، مي هي ناتيرونس. سي مون بيي. وانا دابا مو شوي بخي، شوي ديسبونيبل بور فينيغ ايدي مون بيي. ابور سكو جابورت اوز اوت ناسيون. عيطوا عليا لي الجيريان باسكو زافي دي بروبليم، حيت فرنسا خلات لي مين انستالاسيون افيك دي زاكسيليراتور ما عرفوش كيفاش يخدموهم. ماشي يخدموهم باش نشرحوا للمواطنين المشاهدين. اشرح لهم النووي راه بانه ماشي غير في في هادشي العسكري. يعني كاين نو النووي ما كاينش في العسكري، هادي الناس يديروا غلطه. النووي كاين فيه كاين الميليتار وكاين السيفيل. ولكن السيفيل اش فيه؟ فيه باش تيداويو السرطان. دابا اكتوالمون كاين دي سونتر فرنسا تيديرو لي فيسو دو بروتون، هاد لي تسمى سونتر دو برونتوثيرابي، تيداويو بيه السرطان اليوم. السرطان شيرو بيه تيديرو بيه
باش بور لا كونسيرفاسيون دي زاليمون دي زاليمون. دابا كاع السلعه بعد المرات تمشي مغرب هذاك الشيء ديال لي ليغيم وداك الشيء با يسوبيز دي رادياسيون افيك اون سورس دو كوبالت. دونك النووي من بعد النووي تيقولوا حنا يلا بدينا فيه عندو امكانيات ومستقبل كبير مديور به الضوء، من بعد غادي نقدو نحيدو منه حتى لا بوليسيون باسكو اون بو تابي اون بو كاسي دي موليكول افيك دي فيسو دو بارتيكول. هادي يمكن غدا. دابا كاين بحث علمي بزاف فرنسا تدير البحث باش تلقى دي زينيرجي دو رومبلاسمون نوكليير كونفونسيونيل اللي كاين دابا اللي باش تيديرين به الضوء. 75% ديال الضوء ديال فرنسا جاي من النووي، وباغين دابا تيوجدوا باش بالمستقبل باش يكونوا دي نوفيل زينيرجي بروبر. دونك لابد ما خاصو يكون البحث على باس كاين النووي تا هو مديور لاش مديور باش ليتود ديال لي زوفر دار تو سكي مثلا لي تابلو تو سكي انتيك اون اوتيليز دي اكسيليراتور دو بارتيكول بور اوتيليي سي تابلو. النووي راه في اون غراند بار دو سيفيل ستيريليزاسيون دي زيليمون، ومن بعد غتكون عندو مثلا تتكون حنا خدامين تا هو في حاجه سميتها لا ترانسموتاسيون. سافي دير دابا باش نحيدو هادوك لي ديشي راديو اكتيف يمكن غدا ان اتوم راديو اكتيف نديرو حيت عندهم لي اتوم تيتعبروا بلا تسمو نقولوا لا هادي شي كلمه بعرف نقولوا لا دوري دو في لا دوري دو في ديال لا رادياسيون بحال باغ اكزومبل بور لو كربون 14 سي دو لورد دو 500000 ان با كاين دابا اش بغينا نديرو بغينا نديرو اون ترانسموتاسيون باش هذاك ليليمون تولي عندو اون دوري دو في بلو كورت. ودابا النووي اش تيدير به بغينا نعرفوا واش تو سكي نوكليو سانتيز اش جاري في القمر واش كاين حيت دابا فهمتي اسمحوا لي ما نقولها بالعربيه اوني ان كاباسيتي دو ميتر ان ايكواسيون دو كومبروندر اي سي اوني كاباب دو كومبروندر اون بو ابري ميتريزي ابري اون بو بيتر نديرو دوا جديد دي نوفو ماتيريو سي لي زوبجيكتيف سون لا. دونك نوكليير il n'y a pas que la partie militaire il y a aussi une grande partie civile fait. كنتي قلتي جاك اوفريني من الولايات المتحده ورفضتي. وي جو انا كان جاتني وحده من افريقيا الجنوبيه جنوب افريقيا كيب تاون بلاب ايتون بلاب جاتني وحده في الاسترالي وجاتني دابا وحده من لي زيتاتوني في البوكيرك واحد لابوغاتوار في البوكيرك. ولكن المشكل سي كو الفلوس سي ان مويان سي با ان اوبجيكتيف. Et la qualité de vie de ma famille, moi, elle est plus importante que tout. D'abord, les walidas de Yali Kribalia, je suis là, je suis là, الكبيره صافي بقى ليها غتكمل القرايه ديالها غتخرج، بقى لي بنتي الصغيره بنتي الصغيره تمشي انا وياك مي ما بغاتش تمشي ليا. كي دابا انا عندي الفاميليا ديالي مهمه ليا الفلوس، انا كنت باغي ندير هذيك التجربه مي ماشي مشكل باقي تنظن باش بقى شويه الحياه. ولا جاك الا جاك شي عرض هنا من بلادك من المغرب نجي نجري بالفرحات. انا باغي هاد لي بوسيبيليتي لي كونيسونس كيفاش طلبوهم ليا التوانسة مشيت وقفت معاهم مشيت لمونستير مشيت لألجي مشيت لأسترالي لاند كاع الدول تيطلبوني باش نعاونهم بهاد لي زيكسبيرتيز ديالي دونك لي فيسو داكريكا لي فيسو راديو اكتيف طاليان مشيت عندهم جبد لك كل شيء. هاد المرة كانت عندهم من بان 4 سنين وما خدامين شكون فيكم انا هادي حجات فهاد التجربات ديالي. انا نقول اليوم نقدو نديرو في المغرب مركز اللي يخدم السباسيال الايرو سباسيال. انا مستشار والعصابه ديالو خاونو لنا الارض ديالنا شتي انا دابا واعل مشي يجري سير جي تنشوف كيفاش هاد لي ديفيكولتي كاين العراقيل هنايا فوالا هادشي اللي كاين. كون كان دابا الناس اللي بغاو يساعدونا ويعاونونا يعطيو معطينا ايديهم حنا انا نتكلف باش بالفلوس ولكن تنخافو نجيو ونسقو واحلين باش نزيو قدام. ولا درنا هذا المركز هذا المركز غيستافد منه لا جونيس ماروكان باسكو لا ريشيس ديال المغرب سي سا جونيس. ليدوكاسيون سي كالكو شوز دي تري امبورطون سي اون باز ليدوكاسيون
ما خصهمش يفرطوا في هاد لا جونيس ماروكان. هاد لا جونيس ماروكان المسؤولين خص المغاربة البودجي ديالها يكون هو الاول في المغرب، حيت هي من بعد هي اللي غتهز المغرب، هي اللي غتعلي المغرب. انا تعطات لي الامكانيات ماشي لي انا، بزاف ديال المغاربه، وبينا حنا اش قادين، بينا على برا ماشي في المغرب. اه لان في المغرب انا ما عطاكم والو. باش تولي كي بحال انا دابا، شافوك علاش قديتي، ماشي غير جاك ودار لك راه تا ريسبونسابل. راه انا ريسبونسابل دون انستالاسيون تيقولوا سوميز الوغ تي سورت نيكليير، عندي مسؤوليه كبيره فوق ظهري، عندي 24/24 خاصني نبقى موجود، سي اون اوبليغاسيون، سي دي ريغل تري ستريكت ان ماتيار دو نيكليير. ولكن بري انا والناس بحالي كاينين بزاف، انا مستافد نجي، انا مستافد نعاون، وهذا المركز اللي دار غادي يعاون بزاف ديال الناس. مثلا المركز ديالنا اللي خدام فيه دابا تيعطي فيه المغاربه تما تياخذوا بزاف ديال الناس. عندنا بين 10 حتى 16 دكتوراه اللي تدخل في العام، تنخدموا 15 مع المرات ديال لي ستاجير، الناس تيمشيو عندنا معلمين حتى نخدموا في لا براتيك، تنخدموا في دومين دو التكنولوجي. علاش المسؤولين المغاربه كيفرطوا في ولادهم وكيخليهم يمشيو للدول الاوروبيه؟ هادي ما عارفش انا، عندي ما هذه انا الاول ما تفهمش، يعني كيتكونوا كاينين كفاءات هنا ديال المغرب كيتكونوا ولا كيهاجروا، يا اما كيمشيو لكندا يا اما فرنسا يا اما امريكا. فرنسا ملي كيخدموا بلدان فرنسا ملي تيشوفوهم بالزربه تيعطيهم الامكانيات تيدخلوا على المركز فين خدام. انا كاينين بزاف ديال الناس خدامين في البحث. شحال من مغربي معاك؟ انا في اللابوغاتوار معايا كاين واحد ان دي بلو كرون سبيسياليست في هذاك الشيء ديال الكريوجيني مشهور في العالم، كاين واحد مغربي مغربي من المحمديه، وداخل مسكين من الفاميلا تا هو مسكين ما فحالاش، ولكن قرا. كاين واحد السيد سبيسياليست دو لا سيكوريتي انفورماتيك، هو سبيسياليست ديال لابوغاتوار ديال سيكوريتي انفورماتيك. كاينين اخرى دوز مساكن في سبيسياليست في دي دومين لا كي نقولوا حنا لي زوت فريكونس لي اكسيليراتور دو بار. كاينين بزاف مي اترافير كاع السي ان ار اس و اترافير كاع هذاك سميتو، حتى يمشيو تيدوزو الدكتوراه تيبقاو. ما فرنسا هنا كاينين الناس عندهم دكتوراه، فرنسا ما خرجتش القرايه ديالهم بجوا كبار، وعندها ناس لي المغاربه تيبينو بلا سي دي جون ترافايور، سي دي جون كومبيتون، سي دي جون كابرين فيت، سي دي جون سور كي اون بو كونتي، سي دي جون كي سون تري موتيفي. الماروكان اي ترافايور، انا شفت من الوالد ديالي بزاف ديال الناس اللي كانوا مهاجرين، هذوك الناس راه هزوا فرنسا، هذوك الناس راه داروا. الوالد ديالي فرنسا طلعتيني بالمهاجرين كيف قلت. الوالد ديالي مسكين ملي في الاول كان في سيتروين كان تيخدموا 12 ساعه، كانوا تيباتوا في البلاصه مساكن. كان اليوم لي ماشين لي روبو الموتور تيديروا 20 موتور طان 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 بالزربه. انا خدمت مع الوالد، ملي كنت خدمت مع الوالد ملي كنت صغير كان ملي شديت الباك كنت كنخدم في الصيف، والوالد كان ديما تيقولوا ليهم في اكفس بلاصه ديرو ولا علاش تيجي تمشي قال لي باش تعلم باش ما توليش كي بحالي. ولا هذه بصح هذه كنت نضرب يديا تنتعذب مرات يدوني باش نلقى نهز هذاك الزيت. كنت نخدم في هذاك الصيف كنا تنديروا لا مانتونس عرفتي الزيت الريح ديالو، والوالد كان تيطلب الشيف ديالو كان مسيو بونغوا كان تيقول لي ديرو في البلاصه الخايبه، قال لي حيت ما بغيتوش يولي مانوفر، بغيت ولدي يكون شي حاجه عاليه يقرا. والحمد لله فوالا جيمي. دابا حنا خاص طلبوا من هاد الناس اللي مكلفين، حنا كاينين موجودين بزاف باغي تجوز تخدموا بلادكم. شنو الميساج اللي تخلي المسؤولين اللي المسؤولين الحكوميين انا والمغاربه اللي كاينين؟ انا دابا موجود، انا اللي بغاتني الدوله ديالي نجي نعاون نستعن نعاون. انا تنقول بلي غنشد تقاعد ديالي غنجي نقري فابور، ما بغيتش نتخلص، واخا نقري عاد الدراري الصغار نعلمهم على الدراري الكبار نخدم في السونتر، لا كانوا مستعديني انا نجي نقري ما بغيتش نتخلص. يلا انت دابا جيتيهم نجي نتخلص، انا نقري بلا ما نتخلص، انا مستعد، انا حيت القرايه ديالي ما باغيش انا نموت بها ونديها معايا، باغي نخليها فو ترونسميتر، سي سا كي امبورطون، اون دوا ترونسميتر سكون ابري، سي اون شوز كي تري امبورطون. Il faut pas qu'ils oublient que la richesse de ce pays, c'est sa jeunesse. Et sa jeunesse, il faut la transmettre. La culture est importante. L'éducation et le savoir est important. Les États-Unis deviennent une grande nation
باسكو كون بيرمي ا دي جون دو بروغريسي. مشاو في داك الشيء ديال البحث وتعطاتهم الامكانيات، بيل جيتس، ستيف جوبز، كاع اون بو فوار كاع لي ديال تو سكون ابل لي فيسبوك تو سا لي ستارت اب دا فرنسا تاعي عاطيه الامكانيات مجهوده، تي كاين المعاونه الناس اللي يديروا. انا قلت يعاونوني غير في لي بابي وندير لي مان سونتر انا سون لو مواندر ديفيكولتي، وهذا السونتر il sera un centre de pointe qui travaillera pour l'aérospatiale. D'abord, quand on mobilise les faisceaux haute énergie, l'Europe coule, je reçois des demandes. Avec le centre, le business plan, tout est prêt. D'abord, je suis allé à l'Europe. انا مستعد باش نعاون بلادي، انا موجود باش نعاون بلادي، غدا انا موجود. كاين يتصلوا بك انت معاهم؟ انا باش نتفاهم علاش نمشي نعاون دول اخرى ما نعاونش بلادي. انا درت شي كونفيرونس، خاص المسؤولين اللي خاصها تكون عندهم الرغبه باش يجيبوا ولاد بلادهم اللي غادي يخدموا لهم. هذيك المسؤوليه ديالهم، هذيك راه المسؤوليه ديالهم، باش خاصهم هما يعطيونا الفرصه باش نعاونوا بلادنا، المسؤوليه ديالهم. فرنسا اش دايره؟ ليدوكاسيون نيميرو 1 باش تعطي الفرصه للناس باش يتخرجوا ويقراو. خاص الدراري اللي خاصهم ما يبقاوش يضيعوا مساكن. راه كاين شي هنا فين ما مشيتي هنا الناس ضعاف، كاين مساكن الدراري اللي عندهم دي بوسيبيليتي، ما هاد لي بوسيبيليتي مساكن ما عمرهم غادي يخرجوهم. علاش؟ شكون غادي يعطي امكانيات؟ القرايه بالفلوس. القرايه بالفلوس دابا، يعني التعليم العمومي بعدا ما كاينش. حنا انا وكاين ناس اخرين، انا كون سيبني نمشي نقرر الناس هذوك الدراري باش نعطيهم فرصه باش من بعد هاد الدراري مساكن يتخرجوا. هذا هو اللي مهم، هذا هو اللي مهم. خصنا نعاون، انا كنت انا مستافد نعاون الدراري، ومن بعد انا يمشي التقاعد ديالي غنجي نعاون الناس ونجي نعاون الدراري. مشكل يعني كاين رغبه، ولكن خص الرغبه ديال المسؤولين. خصي انا موجود، لا بغاو غدا ندير لهم مركز وطني. ديروا انت انا نديرو، انا ندير لهم ليتود دو ا ا زد سور لو مواندر بروبليم. Ils s'en prennent le coût d'exploitation, le coût de démantèlement, cool shit. Tout le business plan, je le mets en place. Dès demain. Qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. Un amoujout. انت يعني باغي بلادك، باغي تخدم بلادك، ولكن كنقولوا شكون خلاك؟ لان كاين بعض المسؤولين عندنا، كاين برلمانيين كسلة يعني ما عندهمش مستوى ثقافي. وانت وقع لك مشكل مع برلماني باغي ينصب لك على الارض ديالك، غادي نخليوه بوحدها. هذاك السيد سميتو ما عرفش كتبها، كيفاش هذا السيد يفوت بور دي لوا؟ كاين مستشار جماعي واللي داز في البرلمان، ولا المغاربه كلهم شافوا واحد المداخله ديالو في البرلمان. سؤال ما عرفش كيفاش يقولوا غير بالعربيه، كيدخل ويخرج في ما عرفش كيفاش يطرح سؤال. كاينين المستشارين ما يعرفوش يكتبوا سمياتهم، كاينين النسبه ديال الجهل عندنا في النواب، في البرلمانيين، في المستشارين. كيفاش غادي نقدروا نقارنوا ما بين كفاءة واحد قاري وانت كتقول بانك باغي تجي تخدم بلادك وعندك هادشي، وشو غادي يفهمك بعدا باش يحل لك واحد المجال فين تخدموا نتوما الكفاءات اللي عايشه في اوروبا؟ كاين مشكل، واش الحكومات اللي دازوا من دازوا في المغرب واش عمرهم فكروا انهم يديروا واحد الحوار مع الكفاءات المغربيه اللي كاينه عايشه في اوروبا ولا في لاميريك ولا في يعني في كل بلاد كاينين نتوما موجودين تبارك الله كفاءات عندهم دي بوست كبار، واش عمرهم حاولوا انهم يجمعوهم ويناقشوا معهم المستقبل ديال البلاد وفاش يقدروا يستافدوا منهم وفاش يقدروا يعاونوهم يفتحوا لهم الباب كيف فاتحين لهم الدول الاوروبيه؟ للاسف هادشي ما كنلقاوش، كنلقاو كيف قلت لك يعني كنلقاو مستشار سميتو ما كيعرفش يكتبها. واش كاين الرغبه ديال المسؤولين ديال البلاد انهم يستافدوا من الكفاءات المغربيه يرجعوا لبلادهم ويخدموها؟ هذا هو المشكل اللي كاين. حيت دابا تنقول تنشوف انا من هذاك السيل في ستات لي با وهذيك العصابه ديالو، تتشوف ستات ما اش دار، كاين شي سكويله عاون هذوك الدراري، اشنو هو البيلون ديالو؟ البيلون ديالو التجار، هادشي اللي كاين. من غير هادشي اش دار هو؟ واش هذا خصو الناس، هو الناس صوتوا عليه ولا هو تيصوت فيهم؟ واش الناس انتخبوا ولا هو كياخذ لهم الاراضي ديالهم؟ خاص هاد السيد خاصو ينعس يفكر لهذوك الناس، يفيق يفكر لهذوك الناس، هذيك الشيء علاش الناس صوتوا عليه، هذيك الخدمه ديالو.
هذا سي سا لوبجيكتيف. يعني كي قلتي حنا انا موجود، انا بغاتني بلادي انا موجود. اذا انت كت خليتي من الكره في التيران ديالهم، يعني انت كتقول لهم فوالا انا موجود، انا والاطر اللي كاين. وكاينين وقيله ربما كاين العديد من المغاربه اللي بحالكم يعني باغيين يجوا يخدموا بلادهم. حنا واخا تنمشي واخا بعض المرات نقولوا البلاد هذه بلاد هذه، ولكن بلادك بلادك ما يمكنش. كي قلت لك تتغوت تقول لي بنادي ما تتغوت وانت ديما غادي ديما طالك دوما كاين بلاد كاين ما تفوتش غادي لبلادك ما فهمناش قال لك دوما ولكن باغي بلادك. لا سي سي تيقولوا سي بي سي غاد سي ناتاش مع سي دي سي دي ليان تري فور اي سي امبورطون باش الواحد يعرف شنو هي التحصيله ديالو الاصل ديالو. On peut pas avancer si on ne sait pas d'où on vient. C'est impossible. Ohna, il ne faut pas qu'on oublie nos racines. Nos racines, elles sont importantes parce qu'on doit aussi transmettre. Il y a des valeurs qui sont très importantes, les valeurs marocaines. Et elles doivent être transmises à nos enfants. Donc pour moi, c'est très important. Moi, je resterai en tout cas toujours attaché à mon pays. Voilà. Je serai toujours attaché. Moi, je suis disponible. Voilà. Moi, mon pays peut compter sur moi. Voilà. S'ils veulent de moi, je suis disponible. Et donc, Hada Makan. اخر ميساج المسؤولين ديالنا الحكوميين، شنو اخر كلمه اللي تقدر توصل لهم يعني بخصوص الكفاءات المغربيه؟ جي دي لي تيبان لي مهمه هي ليدوكاسيون. ليدوكاسيون ديال الدراري سي كالكو شوز دو سي لو بلوز امبورطون والمهم. راه لما ما فهموش بالله Je le répète, je rabâche. La jeunesse marocaine, c'est sa richesse. On va dire que c'est ce qu'on a imkania, tout ce qu'on a imkania. C'est ce que je veux dire. On a beaucoup de gens qui ont été prêts. On est prêts, quand tu dis, on est prêts à tendre. Moi, je suis prêt à tendre la main et à aider. Voilà. Et à apporter nos connaissances, parce qu'on a aidé. On a beaucoup de choses à apporter. Beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à apporter. نقدو نعاونو بهم هاد الناس لا في القرايه وهادشي راه مهم. هادشي تنقول لهم خاصهم ما يفرطوش في لا جونيس ماروكان. بون موا سي تري امبورطون. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، غادي نكونوا وصلنا نهايه هذا المباشر الليلي مع كفاءه مغربيه السيد عبد الحكيم سعيد اللي كيقدم اليد المساعده البلاد ديالو. كيقول بانه ما كرهش يخدم بلادو هو والعديد من الكفاءات المغربيه اللي هاجرات لاوروبا، الدول الاوروبيه اللي استافدوا من الكفاءات ومن الشباب المغربي. بغى يخدم بلادو، ولكن شكون اللي غادي يقدم يد المساعده ولا يفتح داك الباب فين يدخلوا الكفاءات ويعاونوا ويهزوا بلادهم؟ هذا هو السؤال المطروح. الكره في الملعب عند السياسيين، عند المسؤولين ديال البلاد. الدول الاوروبيه اللي استفدات كيف قلنا، ماشي غير الدول الاوروبيه، حتى امريكا، حتى كندا، حتى العديد من الدول يعني مغاربه كيتواجدوا في مركز القرار. كفاءات مغربيه بامتياز، كلهم يعني باغين بلادهم، ولكن للاسف الجو باش تخدم في البلاد هنا مازال ما واضحش. يعني ما عمرهم ما تلقاو واحد المكالمه او اقتراح باش تعاونوا مع البلاد ديال مع المسؤولين. هادشي ما كاينش للاسف. فنتمنوا خير مستقبلا. الى هنا وصلنا نهايه هذا المباشر. تبارك الله عليكم والله يصبحكم على خير.